الأتراك كل ما هنالك أنهم يعتبرون أن فرنسا أو أي دولة أخرى لا تؤيد أو تمشي في سياساتهم ينتقدونها أو لا يرغبون في تدخلها، علما أن سوريا الآن هنالك تدخلات من دول كثيرة، إيران، روسيا، تركيا وما تبعها من ميليشيات. هنالك حساسية بين فرنسا وتركيا، ولكن على تركيا أن تدرك النتيجة أن فرنسا دولة مستقلة ولها مصالحها، ومصالح تركيا أيضا مرتبطة بأوروبا وليست مرتبطة بأكثر من أوروبا. يعني مصالحها الأساسية هي مع أوروبا، وهي لا تزال في حلف الأطلسي. إذن هذه الحساسية التركية تجاه فرنسا دائما، ربما لأن فرنسا اعترفت بالهولوكوست الأرمني من ناحية، ومن ناحية أخرى فرنسا لا تريد أن تتخلى عن واجباتها الإنسانية واعترافها ومصالحها مع الأكراد في المنطقة. هذا يثير حساسية تركيا، ومن وقت إلى آخر تركيا وأردوغان بالذات يهاجمون أو ينتقدون أي تدخل فرنسي، علما أن التدخل الفرنسي ليس تدخلا فعل قويا على الأرض كما قلت، إنما هو تدخل من ضمن التحالف الدولي. طب يعني كيف نفهم التصريحات الأمريكية حول البقاء متوسط الأجل في سوريا في الوقت الذي نشهد فيه مواقف فرنسية تتحدث عن إمكانية نشر قوات في الشمال السوري؟ يعني البعض اعتبره هذا الأمر تنسيق أو تناغم تام. فرنسا لا تريد أن تكون بعيدة عن الحل القادم في المنطقة وفي سوريا بالذات. فرنسا لها مصالح، وإذا كان هنالك تناغم بين التصريحات الأمريكية والتصريحات الفرنسية، هذا لأن فرنسا تعتبر أن لها مصالح في المنطقة ولن تكون بعيدة عندما يحين الجلوس على طاولة المفاوضات لتقرير مصير سوريا. بعض الأحيان تصريحات فرنسا أو تصريحات ماكرون تتناغم مع تصريحات ترامب، وبعض الأحيان لا تتناغم. أما بالنسبة لأمريكا، كل هذه الضجة حول انسحابها من المنطقة أو من سوريا بالذات، أنا أعتقد أنه كلام ولن يحدث، وأمريكا ستزيد من وجودها وستقوي من وجودها في سوريا، لأنها تعرف بالنتيجة أن وجودها هناك هو ضروري لمصالحها هي. فكل هذا الكلام أنا في اعتقادي يعني هو كلام فقط للاستهلاك، ولن تنسحب أمريكا كما قيل أو لأجل في هذه النقطة. أود أن أسأل صراحة أستاذ علي، يعني باللحظة التي يعلن فيها ترامب عن إمكانية سحب قواته من سوريا، تخرج فرنسا ولتتحدث بكلام بما معنى أنها على استعداد لملء الفراغ؟ هذا كلام دبلوماسي وكلام سياسي. أمريكا لن تخرج، وفرنسا ليست قادرة على ملء الفراغ لوحدها. فرنسا يجب أن تكون أمريكا موجودة وتكون أوروبا موجودة هناك، وليس فرنسا فقط حتى تتمكن من ملء الفراغ. الفراغ الذي تتركه أمريكا لا أحد لوحده يمكنه أن يملئ هذا الفراغ. ونعتقد أن هذا الكلام وهذه التصريحات هي ليست أكثر من تصريحات دبلوماسية وتلميحات لأن فرنسا تريد أن تكون موجودة وتكون فاعلة في المفاوضات الأخيرة. طب أستاذ علي، يعني تصريحات دبلوماسية وتصريحات سياسية كما تفضلت،
ولكن يعني تركيا يعني كأنها تأخذ الكلام على محمل الجد وتشبه الأمر بالاجتياح. والله تركيا يا أخي، تركيا أنا لم أعد أفهم ماذا يريد أردوغان. يوما من الأيام يسقط طائرة روسية، وبعد أسبوع يجلس مع روسيا ويتحالف مع روسيا، يوما يهاجم إيران ويعتبرها محتلة لسوريا، واليوم الآخر يجلس مع 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 إيران. أنا لم أعد أفهم السياسة. ربما لست الوحيد الذي لم يعد يفهم سياسة أردوغان. سياسة أردوغان مبنية دائما على حسابات شخصية وردات فعل يعني لا تتناسب لا مع السياسة ولا مع الدبلوماسية. نحن نعرف كيف توترت علاقاته مع أوروبا ومع فرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها من أوروبا كلها. نعم. وهو يتخبط، هو يتخبط في سياساته، ولا وليس هنالك إمكانية لمعرفة ماذا يريد أردوغان، غير أنه يريد دعاية شخصية لنفسه. هذا أعتقد أن كل ما يريد أردوغان، ليس هو لا يدري ماذا يريد، لأنه كل يوم إما يهاجم ألمانيا أو يهاجم فرنسا أو يهاجم أمريكا أو يهاجم روسيا أو يهاجم إيران، وثم يجلس معهم ويتكلم معهم ويتصل بهم ويتصلون به. طالما أن أردوغان هو لا زالت تركيا في حلف شمالي الأطلسي، تركيا ليست مستقلة استقلالا كاملا عن ما يدور في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط. والمصالح التركية الأوروبية هي من القوة، بحيث أن أردوغان مهما فعل ومهما ناور ومهما ذهب إلى روسيا أو إيران، أو ليس باستطاعته التخلي لا عن علاقاته المميزة مع الولايات المتحدة ولا عن علاقاته ومصالحه مع أوروبا. كل ما يفعله أردوغان في رأيي هو للاستهلاك المحلي وليس لعمل سياسي ينتج أي شيء. اجتماع أردوغان مع إيران ومع روسيا ماذا نتج عنه؟ نتج عنه ولا شيء، لا شيء نتج عنه. أردوغان وروسيا وإيران لا يستطيعوا وحدهم أن يقرروا مصير سوريا، ويجب على الجميع أن يجلسوا على طاولة لتقرير مصير سوريا، كيف ستكون وأي نظام سيكون. الكل متفقون يبدو على ما يبدو أن وحدة الأراضي السورية هذا شيء شبه مقدس. أما شكل الحكم وطريقة الحكم، وهذا الذي يجري بحثه. والكل له مصالح في هذه المنطقة. أمريكا لها مصالح، سوريا، إيران لها مصالح، أصبح لها مصالح، روسيا لديها مصالح كبيرة، وتركيا لديها مصالح، وأوروبا، كل أوروبا لديها مصالح كما فرنسا وغيرها. إذن الحل ليس بيد إيران وروسيا وأردوغان فقط، الحل هو في وجود توافق دولي يحترم مصالح الجميع في المنطقة وفي سوريا بالذات، والاتفاق على نوعية نظام الحكم وكيف سيكون الحكم. هل هو سيكون اتحاد فيدرالي أو فيدرالية أو لا مركزية موسعة؟ الشيء الثابت أن تركيا لن تقبل بإقامة دولة كردية على حدودها، وهذا على ما أظن وما أرى أن الغرب والأمريكان أيضا متفقون معها أنه لن يكون هنالك دولة كردية. ربما سيكون حكم ذاتي لبعض المناطق الكردية أو ضمن وحدة الأراضي السورية، ولكن لن يكون يعني تركيا لن تسمح، وروسيا مع تركيا لا تقبل، وإيران لن تقبل، وبالتالي أوروبا لن تذهب بعيدا في دعم الأكراد لإقامة دولة. ستدعمهم
لإقامة نوع من الحكم الذاتي ضمن سوريا الموحدة وسوريا الأرض الموحدة في المستقبل.